الآن إن شاء الله عز وجل نبدأ المحاضرة الأولى لليوم الثاني، والتي كما ترون إن شاء الله تبارك وتعالى الإحسان وحب الخير للآخرين للشيخ المعروف عندكم خلاص ولا من أهل الحي إن شاء الله عز وجل محمد فليسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون استماع وإنصات مفيد لنا ولكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، نرجو منكم التركيز ونسأل الله التوفيق لنا ولكم وللشيخ إن شاء الله. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، كما تفضل الشيخ حفظه الله، عنوان هذه الكلمة هو الإحسان وحب الخير للناس. نقول أحد الأساتذة ذات مرة قام بتجربة، طلب من طلابه أن يأخذوا كل واحد منهم بالونة مع تنبولة، وأن ينفخونها، وأن كل واحد منهم ينفخ هذه البالونة ويكتب عليها اسمه، ثم طلب منهم أن يلقوا هذه البالونات في القسم، وطلب منهم أنه بعد 5 دقائق أو في مدة 5 دقائق أو 3 دقائق كل واحد فيكم يبحث عن بالونته. فقاموا بما طلب منهم، ثم بعد 3 دقائق يعني بعد ما صفر قال لهم يبدأ 1 2 3، فكل واحد فيهم بدأ يحوس على البالونة دياله. بعد 3 دقائق ربما 3 أو 4 من الطلاب هم الذين تحصلوا على بالوناتهم. أعاد الكرة مرة أخرى، طلب منهم أن كل واحد منهم يلقي بالوناته في القسم، قال لهم الآن عندكم 3 دقائق كل واحد فيكم يتحصل على البالونة دياله. قالوا له يا أستاذ دوك حنا رانا قريب 3 دقائق وحنا نتضاربوا ونتطابعوا ما لقيناش البالونة تاعنا. قال لهم على أن نغير الطريقة، ما هي؟ قال لهم كل واحد فيكم البالونة الأولى التي يحملها، يعني البالونة الأولى اللي راح يرفدها يقرأ الاسم ديالها، يحوس على صاحبها يروح يمدها له. فما إن انطلقت التجربة أو اللعبة، وإذ بدقيقة واحدة كل واحد منهم تحصل على بالونته. فالحكمة من هذه القصة ما هي؟ أن الإنسان إذا كان يسعى دائما لإسعاد نفسه يقدر يتعب يتعب يجري 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 ولا يحصل على هذه السعادة، لكن الإنسان في سعيه لإسعاد نفسه يسعى أيضا لإسعاد غيره. يعني وانا نجري لقيت بالونة مديتها لهذا تاحو، وبعد وانا نمشي جاء واحد مد لي البالونة ديالي من جهة واحدة أخرى. كما تسعد سيسعدك الناس. ولذلك بهذه المقدمة نقول أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. وأول دائرة من دوائر الإحسان، أول إنسان يجب أن نحسن إليه من هو؟ دار نجيب معي الحلوى اليوم، ما جبتش معي الحلوى، جيت نجري اليوم. أول إنسان يجب أن نحسن إليه هو أن تحسن لنفسك، أن تحسن لنفسك.
أن يحسن الإنسان لنفسه. أنت الآن ما هو دورك في هذه الحياة؟ دورك في هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تحقق التوحيد، أن تحقق غاية وجودك في هذه الحياة، أو أن تدفع ثمن دخولك إلى الجنة. احنا رانا دوك في الدنيا باش نخلصوا بلايصنا في الجنة، ولذلك أنت الآن احنا دوك بعض يعني شوية حرارة طلعت ما قدرنا لهاش، تقدر أنت الجهنم؟ ما تقدرش الجهنم. لماذا تحرم نفسك الدخول إلى الجنة؟ ولذلك يجب أن تحسن إلى نفسك. بماذا؟ بأن تقهرها وأن تلزمها، بأن تعلمها التوحيد، بأن تعلمها أمور الدين، بأن تلتزم بتعاليم الشرع. ثانيا، الإحسان للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. احنا ما راحش نتكلموا دوك على بر الوالدين، لكن دائما اريد ان اضع ملاحظه في هذا المجال. قال الله عز وجل وبالوالدين احسانا. على بالكم احنا المستوى تاع بر الوالدين من شده انه المستوى هبط ولات الطاعه هي احسان. معناتها كي والديك يقولوا لك حاجه وانت دير هذا في بالك هذا هو الاحسان. لا الاحسان زايد طاعش، لأن المستوى انزل. فيحتاج الأمر إلى المبادرة، يحتاج إلى أن تبادر بالإحسان، أن تبادر بخدمة والديك. الأمر الثاني في 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 طاعة الوالدين، هناك واحد الأمر في طاعة الوالدين، أن شكون اللي يقدر يلعبها لك في بعض الأحيان في الإحسان للوالدين؟ على بالك شكون؟ خاوتك، المحيط اللي راك فيه. في بعض الاحيان الانسان يكون في واحد العائله الخاوه ديالها والخواتات المستوى تاعهم يكون نازل، صافي خوه يجي مره في 3 شهور، والاخر يجي مره في شهر، والاخر عايش في الغربه ما يعيطش كاع يتيك، والاخر هكذا، ومن بعد انت تجي مره في 15 يوم انت هو ما شاء الله. هو ما على بالوش باللي لو كان يطيح في كلاسه واحده اخرى، يعني يطيح في عند فابيليا واحده اخرى اللي يضربوا على باباهم ويماهم وواحد ما تبانش انت كاع. لكن في بعض الأحيان المستوى يقدر يتلعب لك. ولذلك لحقنا الوحدة الظاهرة الآن رانا نعيشوها الآن في 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 الحياة الأسرية تاع الدالة. شفت الوالدين كيبداو يكبروا، وبعد الأب مرض الزهايمر، وبعد مرض باركنسون، وبعد مرض الأم تمرض أمراض، وبعد يبداو دالتك ودالتي. وكاين واحد الالتزام، كاين واحد الأولاد عندهم واحد الالتزام ما شاء الله، تقول له يخدم في واحد الشركة ملتزم يعني بالوقت. قال انا دالتي ثلاثه لاربعة الخميس، الجمعه ما يجوش يزيدها. لا الخميس انا خلاص. بصح خوك ما راهوش قال لا الخميس انا درت دالتي، ويبداو يلعبوا لعبه دالتي ودالتك حتى يموتوا والديهم. وهذا مستوى نازل. وبالوالدين احسانا، جي بابا يعيش عندي ما تعيش. لا ما نقدرش. اذا دالتي مع دالتك، انا ديتو بصح انا ديتو المره اللي فاتت وماشي دالتك. وإذاك شفت المستوى، أنا نحب نمد هذه الأمثلة الواقعية باش الواحد كيجي خارج منا يعاود يشوف روحه. أنا مع دارنا كاش راني ندير؟ راني نتبع في خويا وهبطني لتحتها، هو لازم نطلع. ولذلك في بعض الأحيان نقول لهم أنايا باش تنجح في بر الوالدين دير واحد لابيس. وشنو هي؟ فيس يونيك. أنا فيس يونيك، ما عندي حتى واحد، عندي غير بابا ويما. إذا نخدمهم، وبعد جا خويا ولا جات أختي عاونتني، بارك الله فيك، سبارك وعاونتوني شوية. لكن الأصل أنه أنا قدامي أمامي باب من أبواب الجنة سيغلق، فيجب أن أستثمر هذا الباب. لازم نفهموا باللي استثمر هذا الباب ما قعدليش بزاف. ولذلك نعطيكم واحد كما يقول في علم النفس لعب الأدوار. الناس اللي ماتولهم والديهم أهضر معه، قل له باللي باباك يولي ولا يماك تولي، ويقول لك ولا يدير الدالة. لا يقول لك غير لي طبطب نتيري عليها بالحجر، ما يجيني حتى واحد. انا نديهم، انا ندي بابا، انا ندي يما بعد فوات الاوان. ولذلك وبالوالدين احسانا، ان تحسن لنفسك وان تحسن لوالديك. ثالثا، ان تحسن لاهل بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. خيركم لاهله.
الآن في الحياة اليومية أن الإنسان نقدر نقول إحنا عنده عدة شخصيات يعيش بها، أو ربما عنده أقنعة يقدر يعيش بها، أو ربما عنده مزاج يعيش به. ولذلك في علم الاجتماع يقول كل واحد منا تلت شخصيات: الشخصية الأولى وهي التي يعرفها الناس في الخارج، الشخصية الثانية هي التي يعرفها أهل البيت، أما الثالثة فهي التي تعرفها أنت. تعرف أنت وش راك داير، إلك داير الخير هذاك تاع بينك وبين مولاك، وك داير الشر تاع بينك وبين مولاك. فالإنسان الآن، الكثير منا الآن احنا نحوسوا على الخيرية داخل البيت، علاش؟ لأنه نقدروا قاع نمثلوا. نعطيه مثال، أنا الدروس فرضا زعما الدروس تاعي كاش راني ندير الدرس؟ إن الحمد لله نحمده، شفت ابتسام هكذا ما يعيش في الدار، نكمل هكذا في الدار. داخل الدار عندك أهل، عندك دار، عندك أولاد، عندك، إذا أنا نحب نعرف أنت كاش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لنا بلي تقدر تمثل لبرا، تقدر السلام عليكم وش راكم لاباس بخير، سلام ورحمة الله، الناس كاع يحبوك. داخل دارك كيفاش عملت؟ لماذا ربما قد تقهر من تحت يديك؟ ربما في بعض الأحيان نمد أقل من هذا، قد يكون الإنسان إنسان مزوح، إنسان يستمع إلى الناس وينصت إلى الناس، لكن إذا دخل البيت تكشر، أصبح عبوسا. كانت واحد المرة رحت نشري دجاجة. الإنسان أول مرة نشري عليه، فلما شريت عليه الدجاجة أنا حسيت بلحي طيب هذه من قوة اللي قطعها قسمها شوطها دالها في الأخر، قلت له قعدت نزيد لها شوية نديها طيبة هذه، ويتحدث ويقصر ويعني واحد الاستقبال الله يبارك. دجاجة ماشي 10 دجاجات، دجاجة واحدة. قلت له نسقسيك واحد السؤال فقط، قلت له انت داخل البيت تقصر؟ قال لي والله غير يا ما يعرفنيش، قال لي والله غير يا شيخ غير، قال لي يا شيخ والله غير راني حاب نقول لك واحد المشكله. وشنو؟ قال لي داخل الدار عندي مشكل، كي ندخل الدار راسي يوجع، تسمى ما نحبش نهضر، وهذا راه صار لي اشكال في البيت. الاهل ديالو تقول له قصر معنا شويه، اهضر شويه، قولها ما تقولي ليش انا عييت راسي راهو يوجع. قال لي اعطيني الحل. قلت له الحل سهل. قال لي وراه الحل. قلت له بيع لها دجاجه، بيع لها دجاجه تقصر معها. تما انت لازم تبيع باش تقصر، بيع الدجاجه وقصر مع مرتك كيما راك تقصر مع هذيك المره اللي دخلت من قبل ساعه وانت تهضر معها. شفت كيفاش الانسان في بعض الاحيان انت دوك في العمل ديالك يتطلب انه تكون مبتسم، ويتطلب انه تستقبل الناس، ويتطلب انك تصبر على هذاك الانسان، لكن المطلوب منك الحقيقي انك تصبر على اهلك واهل بيتك، لا لانهم تحت يديك. ولذلك الإحسان ينطلق من البيوت، أما التمثيل فكلنا يتقنه. رابعا صلة الأرحام. شوفوا الدائرة الأولى هي لك أولوية، أولى دائرة يعني أول دائرة، وهي دائرة الإحسان لنفسك، ثم لوالدين، ثم رانا نزيد نكبر الآن الأهل، ثم ننتقل إلى صلة الرحم، صلة القرابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في ماله فليصل رحمه. الإحسان إلى الأهل. شوف رانا نتكلم الآن واحد القاعدة ديروها في بالكم، شوف كل ما تكون القرابة مام العكس تاعها يكون العقاب تاعها طالع. الآن عندنا بين الوالدين وش يقابلوا؟ عقوق الوالدين. عندنا صلة الرحم وش يقابلها؟ قطع الرحم، والعقوبة تاع قطع الرحم راهي كبيرة. لذلك كل ما تكون الحالة قريبة كل ما يكون الجزاء ديالك، سواء الجزاء الثواب تاع الحسنات أو السيئات. ولذلك الآن أن يحسن الإنسان لأهله. لماذا الأهل تاعك؟ كاين واحد الأمر لازم نفهموه، الأهل راك عايش معاهم، عمومك خوالك، ومعاد كاين مناسبة أنت ما راكش حاب تروح بصح لازم تروح، وبعد هناولك ما هناوليش، جيتهم ما جاونيش، هادو ما اللي يقدروا يكون، وهادو ما راهم في القرابة ديالك. ولذلك يحتاج الأمر منك إلى الإحسان. ولذلك قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شوف القرب الجغرافي، الآن نحن ننتقل إلى القرب الجغرافي، الآن كاين القرب النسبي وهي الأهل، ننتقل إلى خامسا القرب الجغرافي وهم الجار، الإحسان إلى الجار. الآن عندنا ذوك جاتني واحد الفكرة هكذا خاطرة ملمس نفسي، علاش الإحسان الآن يصعب مع الناس اللي يكونوا معك كل يوم؟ لأنه راح تبان الحقيقة ديالك، الحقيقة ديالك تقدر دوك نقول لك هذا راه جاي ساعة، ساعة تقدر تقعد مبتسم ساعة، ما نقدرش نقعد مبتسم 10 سنين، ما نقدرش نقعد مبتسم 20 سنة و30 سنة، ولذلك الحقائق تظهر الآن في الأمور المتكررة. ولذلك الآن جارك يسكن معك، لما الناس يجوا يخطبوا شكون يجوا يسقسوا؟ يسقسوا جارك، ما يسقسيش واحد جاي يستريق قول له هذا تعرفه، يقول لك هنا نعرفه مدار جاز منا شرع لي واحد المرة، لا لا، يروح يسقسوا الجار، لأنه الجار اليوم غدوة غير غدوة راح تعرف الحقيقة دياله. ولذلك الآن يا إخوان حنا راح نعيشوا واحد، رانا نعيشوا الآن واحد الفيروس الآن ورتوهن وبعتوهن الغرب. الغرب الآن يعيشون انقطاع، تفكك اجتماعي، دار واحد الدراسة لقاو بلي الجيل اللي راهو طالع ما عندوش تواصل اجتماعي، تواصل اجتماعي ما عندهمش، عندهم تفكك اجتماعي، العائلات متفككة، الابن يدخل 18 سنة يخرج من الدار ما يعرفش ماه باباه ما يتلاقاش بهم الجيران. الآن قال لك إذا ما شو نديرو، لازم نورثوا هذا الفكر، فكر الفردانية نورثه إلى العرب، نبعثوا لهم ايضا الفردانيه. اذا تصوروا معايا الجار تاع بكري كيما الجار تاع درك، لا لا. المشكله يا اخوان الان اصبحنا نتفاخر بقطع الصله مع الجار، اصبحنا نتفاخر بذلك، خاصه الناس فرضا الناس اللي تكون جدد طاولهم القضيه البارتيسيباتيف سوس اي حاجه، تلقاه يقول لك انا عندي 5 سنين وانا ساكن هنا ما نعرف حتى واحد، أنا عندي 10 سنين وأنا ساكن ما نعرف حتى إنسان، يفتخر بي يقول لك أنا كيما القور، أنا صحة صحة، سلام ما نقولهاش، الله يبارك ما شاء الله. الآن بدأت تقطع العلاقة مع الجار، هذا الجار اللي كان بالأمس كان هو اللي يربي، كان الأب كيروح الخدمة، الجيران هما اللي كانوا يربيوا الدراري، ما تلقاش ولد يتكيف ولا يدير أمر، الآن أصبح الجار لا يجرؤ على أن يغير أو ينصح ابن جاره. الآن ندخل إلى خامسا أو سادسا عموم المسلمين، عموم المسلمين. انظروا إلى خلق الإحسان وحب الخير للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي ما تعرفش الحديث هذا، الناس اللي ما تعرف الحديث هذا معليش هم يعرفوه، الناس اللي ما يعرفوش الحديث هذا يا تصور أنت تسمع هذا المقطع الأولاني أحب الأعمال إلى الله، وش يجي في بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقول، الناس اللي ما تعرفش الحديث هذا يا يقول لك أنا وش يجي في بالي؟ أحب الأعمال إلى الله أن تقوم الليل كله، أحب الأعمال إلى الله أن تصوم كل اثنين وخميس، أحب الأعمال إلى الله أن تقرأ، عبك أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، فرحة تدخلها المسلم، كل واحد كاش يدخل تقدر في الإدارة ديالك تدخل الفرحة باش نتفاهموا، تشوفهاش أنت دائما تبني تروح لإفريقيا وتحفر لهم الآبار، لا لا نحكوا دوك عمليين معناتها، وأنت راك خارج البرا وأنت في الإدارة ديالك وأنت في محلك وأنت عند جيرانك، سرور تدخله على مسلم هو أحب الأعمال إلى الله. وأحب الناس إلى الله واش يجي في بالك؟ أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. الدين تاعنا دين متعدي، العبادة المتعدية معناتها تعيش لروحك تقرأ وتحفظ ما شاء الله مليحة، لكن لو كان تنفع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. اعتكاف تقعد في الجامع
تحفظ وتقرأ قرآن وتصلي وتكثر من النوافل شهر كامل وين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلاة فيه بألف صلاة، صلاة فيه بألف صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا. شتو الإنسان كيبدأ يفهم كيفاش يلحق لربي، كيفاش يقدر يختصر الطريق، كيفاش تقدر تربح أنت الآن وتفهم قضاء وحوائج الناس، تفهم أنت باللي هذا الجار اللي راهو عندك في لو 22 في 22 كيخلص في البوسطة ما كاش كون يديه، وأنت تقول أنا نديك الحاج، وتهبط أنت جارك وتديه للبوسطة ويخلص وتعاود تطلعه، وأنت تشوفها باللي مضيعة الوقت. لكن أنت تقول عندي حلقة عندي، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لئن أقضي حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. سادسا، انظروا إلى ذلك الذوق في ديننا عند الخلاف. الإحسان عند الإخلاف، عند الخلاف كين اختلفوا كين دوسوا كين إحسان، كين دلفوا كين إحسان، وأخلاق يجب أن نتحلى بها. ولذلك قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا أقف وقفة، وهنا أقف وقفة مع ظاهرة انتشرت في زماننا، وهي كيف نتطلق. تلقيت بواحد تلقو وملاح، لا ما نعرفوش نتلقو. قال الله عز وجل في وصف العلاقة الزوجية: قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس أين مدوا خصائص اللباس؟ أعطونا شوية خصائص اللباس باش ما نطولوش، هذا موضوع واحد آخر بلك تكون بمناسبة أخرى، ونتكلم على خصائص اللباس. اخترت خاصية من خصائص اللباس وهي الستر. اللباس يسترك، كاين الناس هنا مشمين فرضا، أنا أقول فرضا كاين الناس أو مشمين أو مشم لهنايا ولا مشم في ظهره، واحد ما على باله، وقتاش نعرفوا بلي مشم؟ نهار نجو نغسلوه، نهار جينا غسلناه عرفنا بلي عنده وشام في ظهره، لكن واحد ما على باله. شكون اللي كان ساطرو؟ اللباس. اللباس يستر عيوبك ويستر عوراتك ويستر جسمك، خلاص. إذن الحياة الزوجية تبنى على أن هذه العلاقة فيها الستر، إذن فيها الستر. لذلك الرجل الآن مع زوجته باش تتحقق اللباس ويتحقق السكينة يجب أن تحقق صفات اللباس، الوقاية والستر وغيره والتجديد اخترنا الستر. فأنت الآن وأنت مع زوجتك الآن ما تفهمتوش، مش معناتها ما تفهمتوش، ماشي معناتها أنت ماشي مليح ولا هي ماشي مليحة. كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أخي أنت ما تفهمتش مع هذه المرأة، والمرأة هذه ما تفهمتش مع هذا الرجل، حبيتوا تفضوا هذه العلاقة فضوها بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. علاش لازم تحكي كاع العيوب وتحكي كاع تحكيه بلي سيد مشم وبلي فيه وفيه وفيه حتى أبرر أنه لا أنا اللي عندي الحق، وبعد هو يجي يحكي كاع العيوب. ولذلك كاين واحد الملمس الآن في هذه العلاقات تاع الخلاف، كاين بعض الحالات ندخلوا فيهم زعما كاين صلح. حاجة الأولى اللي تكسر لنا كاع الصلح وما نقدروش نمشيو فيه لا هي العارضة. غير يديروا ما كانش واحد يكتب عارضه مليحه، غير يجيو يكتبوا العارضه تاع الطلاق يبداو يكذبوا، يبداو فيه وسرقتني وسرقت وما تخدمش ويخدم ويدير وعليه وكذا ويضربني ويدير. كاين ناس اللي تحكي له خلاص يستعد يقول خلاص نرجعها، غير تجيه العارضه يقول لك خلاص شيخ ما تدخلش روحك، بارك الله فيك واحسن الله اليك، بصح ما نقدرش نكمل مع هذه المراه. كيف من جهه المراه ايضا تقول لك خلاص نولي قنعتني، غير تجي العارضه يعود يحكي ويحدث البهتان. ولذلك نحتاج إلى الستر. يا أخي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سابعا،
الإحسان إلى المخالف في العقيدة. شت المخالف في العقيدة؟ حتى الناس اللي يختلفوا معك في العقيدة. ديننا يأمرنا بالعدل، ولا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك الإنسان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا ثم زاده ثم زاده، ثم قال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فذهب إلى قومه داعيا إلى الله وعاد مسلما هو وقومه. النبي صلى الله عليه وسلم كيما دلو هذاك ما كانش مسلم. فالإحسان يكون حتى مع المخالف في العقيدة. أيضا الإحسان إلى الحيوان. حيوان يقدر يدخلك الجنة، حيوان يقدر يدخلك الجنة. بغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بغي من بغاي بني إسرائيل كانت تمشي فعطشت فشربت من بئر، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من شدة العطش. كلب شو راح ياكل ترب من شدة العطش. فنزعت موقها يعني خفها فملأته بالماء وسقت هذا الكلب، ثم واصلت سيرها فشكر الله لها هذا الفعل فأدخلها الله الجنة. انظروا إلى نفعها وإحسانها لمن؟ لكلب. في المقابل مرأة حبست قطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله النار بسبب قطة. احنا نمد هذه الأمثلة باش نفهموا بلي ده كلب، فما بالك قلب مسلم يوحد الله تبارك وتعالى. ما أنت الآن طرق، احنا مرت علينا المرحلة أورنا الآن في أيام حرارة، وش نقعدوا نديروا؟ نقعدوا نحكوا غير على الكليماتيزر باللي زادوا لهم، وكان يدير 6 ملايين ولا يدير 9 ملايين، والسخانة والعرق والميديتي وكرهت، وش نقعدوا؟ كيف تستثمر أنت الآن هذه المرحلة؟ كيف تستثمر هذه المرحلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الصدقة هو سقي الماء. هنا سقي الماء، الآن والديك ماتوا، يا دير لنا حاجة على والديك، تقول لهم بني جامع لا 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 لا، شري 10,000، شحال يدير قرعة مسيح صغيرة؟ 15,000 فرق، 10,000 نشري خمسة. خمسة كل يوم نمد خمسة، كل يوم نمد خمس قرع باردين. تقول الجنة هذاك راه يسقات كلب، أنت تسقي في عباد. باش ولذلك الله عز وجل قد يدخلك بأبسط شيء إلى الجنة، بأبسط لمسة وبصمة تدخلك إلى الجنة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. سكي تقتل، تقتل عقرب، تقتل الأخر، قتلوا مليح، ما تعذبوش، ماشي تضرب هكذا وبعد تيري عليه وما تلعب به، لا لا، مام هدايا نقتلوا ونقتلوا مليح، أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد منكم شفرته وليرح ذبيحته. شكي تكون راح تذبح، كي تكون راح تذبح ارحم الموز ديالك مليح، ما تعذبش الذبيحه ديالك. معناتها الدين ديالنا يمد قيمه حتى الحيوان نحسو به، ميم كي تجو نذبحوه بصح راح نذبحو يا ودي، ميم كي تذبحو ذبحو مليح، ذبحو بالرحمه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه يذبح شاة امام اختها، راى النبي صلى الله عليه وسلم احدهم يذبح شاة امام اختها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما تميتها مرتين، علاش تقتلها زوج مرات؟ هل لا حجبتها عن اختها؟ تذبح انت وهذا حيوان، كيفاش حيوان نمد له قيمه؟ شتو الدين ديالنا؟ حيوان ونمد له قيمه، مام كي تذبح قال له هل لا حجبتها عن اختها؟ نحس حيوان نحس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل كبد رطبه لكم اجر، كل كبد رطبة لكم أجر. هنا نفتحوا واحد القوس حتى نعتز بديننا ولا ننهزم أمام الغرب. قد الإنسان يكون يشوف بعض الأحيان فيديوهات ولا، وتشوف مثلا في الغرب مثلا زعما كلب حصل في بالوعة زعما في روغار ولا في نيجيريا ولا، ومن بعد تلقى أهل الحي كاع يتك مجتمعين ويديروا هكذايا ويبداو يديروا هكذا او مون ديو، ومن بعد تجي واسمو جيو لي بومبي وكذا باش يخرجوه
وبعد غير يخرجوا هذاك الكلب يبداو يصفقوا قاعيتك وحنا نبداو نبكيو، يبداو يجونا الدموع كلك شوف الحنانه ديالهم. وبعد هادو ما قاعيتك هادو اللي كانوا يديروا هكذا زادوا واحد نص ساعه راحوا قاعيتك لواحد الملعب، ملعب كبير اجتمعوا قاعيتك باش يلقاو حيوان يبداو يمثلوا به طرو الثور في اسبانيا. نفس الجيران راحوا من بعد ديك الملعب ومن بعد ديك هذاك الثور كاين واحد يدير له هولي ويضربوا ويدخل له سيف هولي ويدخل له سيف 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 حتى وين يطيح. هذه انسانيه؟ هذه واش من انسانيه؟ هادو ما انسانيه، هذا فصام، هذايا سي لا سكيزوفرينيا، هذا شغل تناقض. ما فهمت انا هلوسات هذوما. كنت انا لا اغتر بمثل هؤلاء. ولذلك انظروا الى الدين تاعنا، لما يجي واحد دوك الان لم يدخل ما يعرفش الدين يدي يلحق بلي يقول لكم او تقدر انت يا بكلب تدخل الجنه، بقطار بيدخلها النار، انه كذا انه كذا. فلما الان نبداو نمدوا رقي واحسان الى الغير. ولذلك كانت واحد القصه سمعتها قبل ايام، احدهم كانت امه في الانعاش، قالت كانت امي في الانعاش وكنت ازورها كل يوم ساعه. تعرفوا الانعاش ريانيماسيون، ماشي حاجه اللي تقدر تزور فيها كل يوم. فلما وانا في طريقي الى الانعاش الى المستشفى دخلت الى بيع الى سوبر ماركت، دخلت فلما خرج وجد قطه مع ابنائها الثلاثه يلهثون الطراش، والله ماتوا بالعطش. فقال لك دخلت وشريت قرعامه صغيره، شريت قرعامه صغيره وقطعتها وحطيتها وشربوا، شربوا منها، شربوا منها حتى وين شربوا حتى ارتووا. ثم ذهب الى عاد الى المستشفى. فلما دخل الى المستشفى وجد ان سرير امه او ان امه لا توجد في السرير، فظن ان امه قد ماتت. ثم جاءه الطبيب فقال له الحمد لله يماك راهي فطمت والحمد لله تعافت، وراهي غيرنا لها المكان، راهي في المكان الفلاني، يعني خرجت من الانعاش. فلما ذهب الى امه قال وجدتها بصحه جيده، يعني وجدها فاطمه وهي تحكي معه. لما لحقت الام، لما لحق هو لامه، ماذا قالت له امه؟ قالت له بارك الله فيك يا بني على سقيك للهرة وأبنائها. قال وكيف عرفت يا أمه؟ قالت والله كنت في غيبوبة وكنت معك وقد أراني الله عز وجل ما فعلته مع القطة. كانت هي في غيبوبة، كانت تشوف قاع ربي ورا لها قاع، وش كانت تشوف وش كان يدير وليدها باللي سقى هذوك القطط. فلما سقى وسقى هذوك القطط كان هذا الفعل سببا لنجاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ داووا مرضاكم بالصدقة. صح مليح على بالي سكانر ليرام الدواء نديروا كلش، بصح كاين امور شرعيه مليح نديروهم. كاين رب امره كن فيكون، فنداوي مرضانا بالصدقه. كاين ناس تصدقت باموال يروح يقولوا له لا ما عندك والو، كيفاش ما عندي والو انا جاي ندير عمليه يا ودي ما عندك والو. امره كن فيكون، فالانسان يكون ذكي في نفع نفسه ونفع غيره. ايضا البيئة، الإحسان إلى البيئة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذات يوم كان يمر فرأى غصن شوك فأزاحه عن الطريق فشكر الله له فأدخله الله الجنة. يعني هذا غصن شوك يلقاه في الطريق جيل المسلمين فقطعه ونحاه ودخل، فشكر الله له هذا الفعل فأدخله الله الجنة. الآن شوف كاين واحد الحاجة يا إخوان لازم نفهموها الآن في الأحاديث. كاين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حديث عن فعل بسيط يدخل صاحبه إلى الجنة. المقصود منه أنه ما نقدروش نقعدوا غير في الشوكة. ما تقدرش أنت تقعد تمشي تقول حنا دوك رانا في المدينة ما عندناش غصن شوك. أنت تقول شفت لو كان كاين غصن شوك نحيها أنايا. وأنت تبدا تحوز زعما الهندي هكذا خارج شوية تبدا تنحي في الهندي هكذا تقول بالك أنا. يا والمقصود ماهوش غصن الشوك، حنا نبداو ننوعوا، نبداو نشوفوا باللي لامبا، لامبا في الباتيمون تاعنا، أنا نشري لا 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 ما نشريش لامبا، علاش نشري لها لامبا؟
وتشري انت لامبات وتغير البيئه تاع العماره ديالك. انا ندير الضو، انا لامبات ديال 5000 ولا ديال 3000 نشريها شحال تشد؟ 4 شهور. 4 شهور نزيد نشري واحد اخرى. لا لا انت عنده ما نديرهاش انا، علاش ما يديرهاش هو؟ وانا نسكن في الطرواز ديجا، نسكن في الدوزيام ديال الحق في دقيقه. شوف صحاب السانكيام هما اللي يديروا، هما اللي يشرو، ومن بعد هذا كيجي طالع يطيح باباه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في العماره ويدير لي بروش ويدير له عمليه ب 27 مليون على جال الظلمه ما كانش يشوف. حكايتها 5000 ويقول لك شفت شنو كان درت لهم اللامبا. فالانسان يبحث على انه حنا حنا لما تخرج الان وتلقى روحك انت ليك تصلي في المسجد، وبعد انت اللي راك ترمي الكوبلي من برا، انت اللي راك تفسد في البيئه. فيجب ان نفهم ان حتى الاحسان الى البيئه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله. وش معناتها فسيله؟ وش معناتها؟ شجره صغيره، شجره نبته صغيره. في يد احدكم فسيله فليغرسها. منطقيا منطقي، قامت الساعه خلاص، الساعه قامت وانا في يدي كي نغرسها ليمن، هاي فهم ليمن نغرسها خلاص هي قامت الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم واش حب يقول لنا؟ الانجاز، ما تحباش دير الانجاز. شحال من واحد عنده فسيله في راسه، كاين اللي عنده غابه تاع شجر في راسه، بصح المشكله علاش ما يغرش؟ علاش ما لا يقوم بالانجاز؟ لماذا؟ لانه قد قامت الساعه في ذهنه، في راسه قامت الساعه خلاص ندير ما نقدرش، ما يغرش. هذا غرس اذا قامت الساعه، فما بالك ونحن في حياتنا اليوميه. عاشرا، الاحسان الى الاموات. ميت مسلم مات، كش ما قعد نزيدو نحكيو عليه، ما زلنا نحكيو عليه، ان نستر هذا المسلم، هذا اخوك المسلم مات خلاص او ميت، تستروا عباك، تستروا حتى في الغسل، حتى في الغسل تاع الميت. كي توصل الميت وتخرج ما تبداش تحكي عليه، ما تحكيش عليه بلي عنده كذا ودار عمليه ورجله حاشاكي عنده رائحه كذا، لا لا ما تحكي، ما يجوزلكش تحكي عليه، تستره اخاك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس احدكم على القبر فتحرق ثيابه فتمضي الى جلده خير من ان يجلس على قبره. مسألة الجلوس على القبور، أنك توقف على القبور وتجلس فوق قبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو كان تقعد فوق جمرة، لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. شفت الحكمة؟ شفت قيمة هذا الميت؟ ما توقف، ما تقعدلوش فوق القبر دياله. حرم إحسانه حتى إلى الإحسان حتى إلى الميت. وإذا قلنا القبر من باب الباطيمو، ماشي نطبقوا عليه الحديث، بصح انت راك تآدي، وإذا راك تآدي إلى القبر سيد ميت ما تقعدلوش في قبره، كيفاش قاعدين انت في الباب تاع الباطيمو وأنا ما نقدرش نخرجوا، وبعد البنات والنساء يدخلوا وتخرج وبعد غير يجوا خارجين تنوض الدور وتوقف وسمح لنا والسلام ورحمة الله ودعي لنا، خلاص ما توقفش، راك تآدي في الجيران، راك تآدي في جيرانك. ولذلك نعاودوا نحكموا حديث صغير ونطبقوه في حياتنا اليومية. نحكموا شوكه، نحكموا شوكه، سيد نحى شوكه، نحي القشور البنان ونحي الاخر، ونربي ولادي ما يرموش لبرا، ونرفد الحجر، ونحكي على هذاك الجار اللي كيدير لي طرافو يحكم ويحطهم لنا في الدخله تاع الحومه ويقول لك الله غالب ما كاش وين نرمي، ومن بعد راهم ادي كاع الحومه، راهم ادي كاع الجيران، ومن بعد لا 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 ما تقدرش، خاطش كيما هذاك دخل بغصن شوك تقدر تدخل انت بالحجر تاع صال دوبان ديالك. باش نفهموا ان الدين معاملات، يخرج الى الواقع. قد يقول القائل: ما فائده الاحسان؟ فائده الاحسان، شوف كي تكون محسن فان الله يحبك، ان الله يحب المحسنين. افتحوا المصحف وبداوا تحوسوا على الايات هذو، ما تلقاو واش تلقاو؟ ان الله يحب المحسنين، ان الله مع المحسنين، ان الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين. ربي يحبك كي تكون انت محسن، كي تكون انت محسن معناتها كاين الناس ما يعاونوكش باش تكون محسن، صافي لازم انت تكون محسن، تتبادر الى الاحسان. امر ثاني،
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ربي ما يضيع لكش الأجر، حتى وكان الناس ربما تحسن إلى الناس، والناس هذوم يضيعوا الفرصة، يضيعوا الثواب، يضيعوا الشكر، ما يستهلش، درت فيه الخير والله ما يصلح قاعد دير فيه. لكن الله عز وجل تعاملك مع الله يجعل أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ربي ما يضيع لكش الأجر ديالك. أيضا إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنت أيها المحسن، أنت أي من حسن خلقك، اعلم بأنك من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تولي جار الرسول صلى الله عليه وسلم، قريب منه بماذا؟ بالإحسان. إذن لازم يكون عندي فكرة أنه أنا قاعد لي واحد الوقت لازم نبدأ أستثمر الفرص باش ناخذ هذه المرتبة. ما نتبع حتى واحد، ما نتبعش ما يستهلوش، هادو ما ندير لهم هكذا، هادو ننقي لهم، خليهم. لأنه علاش في بعض الأحيان الحوار الذاتي أو اللغة الذاتية تاع مثلا فرضا زعما أنا نحب مثلا ندو مثال، أنا نحب ننقي الحي، تولي جايح وتقول هاك المرا قالت اقعد يا اقعد نقي وشوف الناس قاعيتك، ويخرجوا صباح ربي وانت راك تنقي ويقول لك السلام عليكم الله يعاونك، شغل ما يسكنش معاكم. هذا الامور كاع يخليوك مثلا لا لا. انت الان لماذا تفعل هذا الامر؟ لماذا تفعل هذا الامر؟ لانك تحب ان يحبك الله، تحب ان تكون من المحسنين، تحب ان تكون من اقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. كاين واحد السر ايضا للاحسان ونفع الناس، وهو تفريج الكروبات. الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي معطله، الناس اللي عنده ضيق الان في الملفات تاعو، الناس اللي حياته ما بداش تحوس على الرقات ورقيلي، خاطش كاين ناس رقيلو شاطودو وما تفريهالوش، يشرب كاع ود الرمان كاع يشربو وتلقاه مازال ما يقولك مازالها معطله، لانه ما راهوش فاهم، لانه راهو ياخذ غير طريق وحده. انصحكم بواحد السر في 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 فتح الابواب، وهو اعانه غيرك. لان الله عز وجل قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ربي راح يعاونك، واذا ربي قال لك انا نعاونك معناتها ربي ما عندوش مستحيل، ما عندوش حاجه صعيبه، بيطون يدير لك منه طريق معناتها. لكن والله كما حكينا في المقدمة شت النبولة، كي تمد النبولة يجي المد، لكن لما تعيش لما نلقاو المجتمع قاعد يشتكي أعرف باللي الباب ما مشي يتمدوا، كل واحد وشي يدير نبولته. ما نمتش، الوقت صعيب، الدنيا تبدلت، صوبي عزيز، وهذه الكلمات هذوما اللي خلاونا كل واحد عايش لروحه. ولذلك أنت الحالة وحياتك راهي مضيقة، لكن مد. كاين واحد كنت نعرفه أنايا طالب علم يعني ما شاء الله، فقال لي كنت كي نتزير اللي قعدوا لي نصدقهم بمنطقيا ما تجيش، لكن كي يقعد خلاص قعدت لي غير 100,000 كاش ندير؟ نكمل بها نمدها نتصدقها يعاودوا يدخلوا لي دراهم. فالله يخلف عليك. ولذلك كانت واحد القصه جميله تاع واحد الانسان، نحاولوا باختصار لان الوقت اظن انه ما قعدناش. هذا الانسان مع اهله تعطلت سيارته، طاح اون بان في الطريق، فجا جايز واحد السيد حبس له قال له هاك اون بان حاول يعاونو ما قدرش. واش قال له؟ قال له هاك السياره تاعي، المسافه فيها 400 كيلومتر باش يلحقوا للمدينه. قال له هاك، قال له كيفاش انت ما تعرفنيش عطيني سياره؟ قال له انت راك مع الاهل ومع اولادك مع مرتك. قال له معليش هاك السياره، نتلاقاو على يعني بعد غد، انا ندي لك السياره تاعك في الديباناج وانت نتلاقاو. داروا موعد بعد يومين تلاقاو، عطى له الاخر قال له ماذا تريد ان اجازيك؟ قال له لا درتها لوجه الله. بعد سنة يحكي صاحب الذي كانت سيارته معطلة، يحكي قال أنا مرة كنت نحكي مع أصحابي، أم يحكيوا على الخير والناس مازالهم الخير، حكى لهم على قصة هذا الرجل. إيه قال لهم والله غريب أنا نعيط له، قال لك تذكرت قلت نعيط له، عام ما عيطلوش، قال لك نعيط له في الهاتف. لما عيط في الهاتف لقى الزوجة ديالو هي اللي تكلمت معاه. لقاها تبكي، وش بيك يا مرا؟ قالت له يا ودي راجلي راهو في السجن، كيفاش عنده ديون؟ عنده ديون كبار دخل للدين، وكانت تظن انه من اصحاب الدين، قالت له انتم ما دخلتوه. فقال حكم مبلغ كبير يعني، وراح به للسجن، واعطى لهم في هذيك البلد انه كي تمد قال يا ودي فلان وفلان هذا فلان هذا يخرج بالكفاله تاعي. فحط المبلغ هذاك
فلما حط المبلغ بعد أسبوع عود اتصل على أساس أنه ذوك يلقاه هو يتصل عليه. فلما اتصل قال زوجة دياله ما زالها تبكي، قالت له شنو؟ قال لها ما، قالت له ما خرج من السجن. فلما ذهب إلى إدارة السجن، قال لهم يعني بديت لكم 100,000 دولار ولا ريال ولا، قالوا كيفاش يعني؟ قالوا له هما مثالوا له قريب 3 ملايين. قالوا له ما يدير والو هذا المال هذا. قالوا وصاحب المال هذا ماذا فعل؟ هذا اللي هو في السجن، كاين ناس عباك ما محصل يدير الخير لأنه الطبيعة ديالو يدير الخير، يقعد غير يدير الخير. فلما شاف بلي هو 100,000 ما تسلكوش واش دار؟ قال لهم ما تعطوها ليش ليا، قسموها لي عندهم دين صغير. خرج بها سبع عباد خرجهم من السجن بسببه، زاد هذا كبر في عينه. فبدأ يسعى له هذا الرجل، سعى له 3 أشهر طمله 3 ملايين التي كانت عليه وخرج من السجن. بماذا؟ بفعله الخير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فصنائع المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. عقبات في طريق الإحسان. الآن كاين واحد الحوار الآن يحدث في أذهاننا، ربما يقدر يكون درس كلمة قد تشجعك وتحفزك لفعل الخير ونفع الناس، لكن دائما نعيش تلك العقبات التي ربما عقبات شيطانية ووسوسات شيطانية تحجزنا لكي نصل إلى هذه المرتبة ومرتبة الإحسان ونفع الناس. أول عقبة من هذه العقبات وهي التحجج بالواقع. في بعض الأحيان الإنسان دوك باش يجي يدير الخير هاي نديروها هادية، الإنسان يحب يمد دراهم يدير أي حاجة، وش يدير؟ العقبات اللي تحدث لك باش أنت تجي تمد. كاين عقبات الآن، عقبة مثلا أنا نركب الناس بعد الآن ما نعرفهمش، جيت تمد دراهم ما تحب تمد دراهم، من نعرفه أنا هذا نعرفه ولا ما نعرفوش؟ فتلقى روحك دائما تتحجج بالواقع، والوقت تبدل والحالة تبدلت ماشي كيما بكري، فتلقى روحك أنت الآن تعيش لنفسك وذاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قال لأتصدقن الليلة. هذا الإنسان النواب قال لك لأتصدقن الليلة، اليوم نتصدق في الليل واحد ما يشوف لي. فاللولاني اللي تلقى به أعطاه النصيب تاع المال. في الصباح قال لك تصدق بالأمس على سارق طاح في سراق، هذاك الأولاني اللي تلقى به سراق، قال وإذا الصدقة ديالي ربي ما قبلها ليش، أني سراق هذا أنا تصدق أنت على سراق. قال لأتصدقن الليلة، فقال لأتصدقن الليلة، فكان أول من التقى به، أول من التقى به غني. قال تصدق بالأمس على غني؟ قال لك ما ربي ما قبلها ليش. اليوم الثالث قال لأتصدقن الليلة، فأول من التقى به أعطاه المال. غدوة من ذاك بدأ يقول تصدق بالأمس على زانية، فبعث الله له رسولا قال أما صدقاتك الثلاث فقد قبلت، قال أما السارق فلعله كان سيسرق تلك الليلة فبصدقتك لم يسرق، أما الغني فلعلك كنت سببا لفطنته وأن يقول انظروا إلى الناس كيف تعطي الأموال، ولعل الزانية كانت ستزني فبسبب صدقتك لم تزني، أما صدقاتك الثلاث فقد قبلت. إذن خرج غير مدبيش، خرج ماشي لازم نعرفه ولا لا وهذو ما نعرفهمش وبعد سوارة وبوقرة وهذي مد يا سيدي لي تعرفهم اختك ماشي لحقا، لا رجلها مسمو، شفت كيفاش ما راحش تمد انت، سمع رجلها مسمو لا رجلها فنيا ما لولفلوش، هاتو كانت تولف لهم بعد ما تقدرش انت، ما راكش حاب تمد داك تلقى في الحجج. ايضا الاستسلام لتجارب الماضي، نختصروا فقط باش نلحقوا في الوقت. الاستسلام الانسان في بعض الاحيان يعيش تجارب في الحياه، زعما انا ركبت واحد في السياره تاعي ومن بعدك دالي نواضر، ركبت شوفالي الوادر دالي نواضر، قلت والله ما يزيد يركب عربي في السياره تاعي، وبعد سلفت دراهم ما رجعوهم ما زيد نسلف بنادم ما زين سلف خويا جي خويا ما نسلفلوش. وهكذا راك تاخذ انت مواقف وراك تغلق بالاحداث التي تحدث لك. قصه موسى، موسى جاءه الذي من قومه يستنصره فاستنصره، فوكز الذي كان معه في خلاف فوكزه موسى فقضى عليه.
غدوة من ذاك جاء نفس الشخص، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. معنى الخروج قال لموسى، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ خرج عليه دعاية باللي موسى يقتل في الناس. ثم جاء واحد من قومه قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، أخرج إني لك من الناصحين. كاين واحد عنده تيغوان ماتريكول فرنسي، أو غلق على السيد راح يخرجها. ربي يجازيك. فخرج منها خائفا يترقب، نبي خرج منها خائفا يترقب، خايف موسى راح. مشى موسى كيلومترات، مشى موسى. فلما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الآن اتصوروا معايا، موسى في بلاده دخل روحه، سلك الإنسان، صاروا له مشاكل حتى ونحبوا يقتلوه، هرب من بلاده، هرب من القرية اللي تربى فيها، الحق دخل القرية ما يعرفهاش، لقى الناس يتسقي في الماء، ولقى زوج نساء يذودان، شغل راهم يديروا هكذايا، ما قدروش، عرف باللي ما قدروش بالغنم ديالهم. منطقيا انت في بلاصة موسى واش دير؟ ما دخلنيش، ما زيدش ندخل روحي، انا شو صرا لي نزيد ندخل روحي؟ هذا هو المنطق. تولي تقول انت بلي انا ما ندخلنيش، لكن ما تبنيش حياتك من الواقع اللي صراو لك، اقعد انت كيما راك. واش قال موسى؟ قال ما خطبكما، هذا اللي نسحقوه، قاعده ما خطبكما. قال ما خطبكما؟ قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. راح موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. شاهد ما خطبكما؟ وش رجعت موسى؟ مزوج وعنده دار وخدام، كي قالوا ما خطبه هو فقير، خلاص ما لقى والو، راح بلاد فقير، غير دخل الحاجة اللي ولا يدير مد النبولة، جابوا له البابل، ماشي نبولة، البابل. علاش مد النبولة؟ مد البابل، أنا ما نقدرش، ما تبدلونيش، لازم تولي تهضر أنت بلي أنا ما نتبدل، أنا عامل هكذا ما تبدلنيش، انت انسان طيب اقعد طيب، ما يقولوا لك بهلول وجايح والناس خليهم، انا نيت الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فموسى وجل انت منطقيا صاروا له مشاكل، هارب تدخل زيد تقول له ما خطبكما؟ لا ما خطبكما. فاصبح متزوجا وتاجرا وعاملا ومستقرا في حياته. ولذلك الان اكبر فيروس نعيشه الان، ثالث عقبه من هذه العقبات، وهي الفردانيه، أن الإنسان الفرد يدي أن يحقق ذاته، أن الإنسان كل واحد فينا يعيش روحه. تصلي سنوات ما يعرفك حتى واحد، تقول واحد السلام عليكم يقول لك شكون سقسيك تعرفني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة انتشار سلام الخاصة، أن لا يسلم الرجل على الرجل إلا لأنه يعرفه. ولذلك هذوك ما من الجنائز ولا نروحوا بالمعرفة، والجنائز المعرفة اللي لازم يشوفوك بعد الناس، خاطر كما يشوفوك واش ندير سيد مات ما نعرفوش. لذلك نحتاج إلى أن نعيد هذه الحياة، يحتاج أن نفهم مسألة العلاقات الاجتماعية، الطريق إلى الله. نختم بهذه الكلمة، الطريق إلى الله يا إخوان طريق بجناحين، الجناح الأول وهو حق العباد، أما الجناح الثاني فهو حق الله، أما الجناح الثاني فهو حق العباد. إياك يا أخي، إياك أن تهتم بحق الله وأن تفرط بحق العباد، وإياك أن تهتم بحق العباد وتفرط بحق الله، فالطريق إلى الله يكون بجناحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي. هاول المفلس من الأمة ديالي، شكون هو؟ من يأتي يوم القيامة بحسنات من صلاة وصيام وصدقة. حسنات صيام صلاة وصدقة،
هذا الإنسان اللي ربي قبل له الحسنات تاع الصيام والصلاة والصدقة، واش معناتها؟ معناتها صلى بخشوع، معناتها الصدقة ديالو دارها ما دارش المن والآذى، ومعناتها كان ما فيهاش الرياء، معناتها الصيام ديالو ما كانش فيه الرفث والفسوق، يعني ما شاء الله. فكان يصلي ربي قبل له حسنات، معناتها أدى الشروط، الإخلاص، الموافقة، كل شروط العمل. ولكنه هذا الشرط، هذا الجناح الأول، لكنه الجناح الثاني كان مكسر. ولكنه يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، ما دارش الكونسيرفاتور المادة الحافظة للحسنات ما دارلهمش، فجات منا يلقيناه بالليلة مكسر كاع الجناح هذا ما يقدرش يطيح. فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، بداو يوم القيامة جاو الناس قال يا ربي هذا يحافظ على الصف الأول، ما يحافظش على الأمانة، مشكلته ما يحافظش على، يحافظ على الصف الأول في الفجر، إيه ما شاء الله مليح، بصح الأمانة لازم تحافظ عليها. فيأتيه الناس فيأخذ هذا من حسناته، يا ربي أنا نسال له سبني أنا شوفالي سب دالي هذاك اللي ضربني هذا دالي هذا دالي دراهمي هذا، فالناس بدأت تدي من حسناته، عنده حسنات، عنده حسنات كبار كاع، حتى إذا فنيت خلاص الحسنات والناس مازالها تسال. يوم القيامة ما كانش ضرب الأول ما يتحول وين كنت أنت يا معلوم، لا لا ما تطبعهم، كل واحد يدي حقه، حتى إذا فنيت والناس مازالها تسال. ألقوا عليه سيئاتهم ثم يطرحوا في النار، ألقوا عليه سيئاتهم ثم يطرحوا في النار. فالطريق إلى الله طريق بجناحين، حق الله وحق العباد. فقد تستثمر كل واحد فينا الآن، أنا نعيشين مع الناس، إحنا نعيشين مع البشر، ابتسامة في وجه أخيك صدقة، معناتها الابتسامة هذه شوف شحال قادر تصدق بها أنت بين الناس. إحسانك إلى الناس، إلى الوالدين، إلى جيرانك، إلى أبنائك، إلى من يعملون عندك. شفت أنت واحد يخدم عندك، علاش دوك البريفي يخرجوا عليه الهضرة بلي يحرط، البريفي يمصك يقول لك لا لا كاين كانت بريفي ما شاء الله، علاش؟ لأنه الإنسان في بعض الأحيان غير يلقى واحد تحته يكرازيه، كاين زعما هوليك، ومن بعد غير يلقى يتزوج يكرازي المرأة، ومن بعد لا 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 كاين اللي يكرازي ولادو، علاش؟ عنده لقى حاجة تحته، وكما يلقاش حاجة تحته ما يدير والو، وإذا كاين يكون يخدم يلقى خدامين يكرازيهم، علاش؟ وأنت يمكنك أن تضع بصمتك في هذه الحياة، أن تكسب قلوب الناس بالإحسان، بنفع الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هل أنت نافع للناس؟ هل عندك نفع ولا تأكل وتشرب وتزوج وتجيب دراري؟ نيميرو أنت يا عباك نيميرو، تولي مجرد رقم في النمو الديموغرافي، غير تموت كاين الناس غير يموت يقولوا شكون اللي مات؟ هذاك اللي كان يقعد قدام البوطو، إيه 70 سنة بوطو، حياتك تختصر بوطو، هذاك اللي كان يلعب دومين بزاف، اللي كان يشري الحليب يهبطو هكذا يشري 15 حليب، شت حياتك تعيش أنت ومع الآخر حياتك. كيقولوا بلي هذاك اللي كان يدير كذا، هذاك اللي كان يمد الدراري الحلوى كيدخلوا الجامعه يمد لهم حلوه، هذاك اللي كان يوصل، هذاك اللي كان يجيب، هذاك اللي كان يعاون، هذاك اللي كان يسبغ، هذاك اللي كان يعاون. فأوجه الخير كثيره، هذاك اللي كان يخرج الماء من دارو في الصيف يدنا بالتيه وكانوا الدراري يشربوا، يقول لك تزرزق، خلي تزرزق تدخل الجنه بتزر، باش راك حندخلوا الدار توصلوا الجنه، يدخلوا نساكري فيه شويه. ولذلك يحتاج الامر منا الى ان نضع بصماتنا في هذه الحياه. اليوم راك مت نتايا، تموت اليوم نتايا، مت اليوم انت الان، كيف يعني ما هي مختصر حياتك؟ ماذا سيحكى عنك؟ مش حيحكيوا عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه دائما انه يعني شوف هذاك اللي نحى شوكه شحال دار الوقت؟ شحال الوقت باش تنحي شوكه؟ 30 ثانيه، شوف 30 ثانيه دخلك الجنه. يقدر يكون عاش 70 سنه وربي شكر الله فادخله الله عز وجل ب 30 ثانيه، شحال من 30 ثانيه عندنا؟ عندنا 600,000 مليار 30 ثانيه نقدروا نديروها. ولذلك الان الطريق امامنا، ان ننفع انفسنا وان ننفع والدينا وان ننفع جيراننا وارحامنا وان ننفع من حولنا، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا لكي نضع بصماتنا في هذه الحياه، وان يوفقنا للاحسان للخلق والنفع الناس، وأن نكون من أحب الناس إلى الله، وأن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال والأفعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. كليت لكم خمس دقائق من الأخر من اللمجة، تخرجوا تاكلوا اللمجة.
بارك الله فيك. حنوني. ها وهذا الأولاني اللي راه طبق الدرس. ما شاء الله. الله يبارك. إيه أوس وش راك؟ لا بس حنوني له زين. آمين. صحيح. شيء خمسة. أهم صحيح لي مسح لي بس دي الأخر شو ولا تاع البوكس. هذيك تاع البوكس. الكيك الله يبارك. الصبر الكيك نخرج النور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سنت الله. أنا كمان اتصلت بماري صالة يوم بعد زوي. الله يحفظك. نسيت يا أخي. اتصلت بك قبل رمضان على ماري صالة. ماشي مشكلة. ماشي مشكلة. لا عيط لي برشا. الله عيط لي برشا. طاهر. وش راك شفته؟ بس خويا. ماشي مشكلة. خويا كمل. ان شاء الله. أي خلاص. نزلت على البحر والشمس.